في حياة أي فنان أو شخصية معروفة أسرار كتير في حياته بدأت معاه، خاصة لما يكون حد مشهور زي الفنان محمد ثروت صاحب الصوت الجميل وواحد من المبدعين. إيه هي الأسرار اللي قالها مفيد فوزي عن محمد ثروت؟ وإيه اللي اكتشفه لما زاره في بلده؟ ويا ترى محمد ثروت مطرب ولا مهندس؟ تعالوا نعرف التفاصيل في التقرير اللي معانا. الكاتب الصحفي والمحاور التلفزيوني مفيد فوزي في مرة وهو بيقدم برنامج حديث المدينة كشف عن سر كبير خاص بالفنان محمد ثروت، انه لما راح بلد الفنان محمد ثروت وقف قدام فيلا مكتوب عليها فيلا المهندس محمد ثروت، فسأل هي دي فيلة مين؟ هي دي فيلة الفنان محمد ثروت، ولقى كمان مصنع ومزرعة للمطرب الكبير. ولما سأل محمد ثروت قال له ليه كاتب على الفيلا المهندس محمد ثروت مش الفنان محمد ثروت؟ فرد عليه قال له لان انا مهندس ولولا الهندسة ما كنتش عملت حاجة من اللي انت شايفها دي. مفيد فوزي قال له يعني الفيلا والمصنع والمزرعة دول من الهندسة مش من الغنى؟ فرد عليه الفنان محمد ثروت وقال له لو كنت اعتمدت على الغنى بس كنت شحت. بس يا أستاذ مفيد أنا هقولك على موقف حصل لي زمان مع رجل الأعمال الكبير المهندس عثمان أحمد. عثمان مؤسس شركة المقاولين العرب، أحد أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. لما البشمهندس عثمان سمع صوته نادى عليه وقال له يا محمد أنت مهندس، اوعى تنسى في يوم من الأيام إنك مهندس، لأن الهندسة دي هي اللي في يوم من الأيام هتنقذك لما الحال يضيق عليك. وفعلا يا أستاذ مفيد الهندسة هي اللي سندتني دلوقتي، يعني أنا دلوقتي مش بشتغل زي زمان ولا كنت بغني في نايت كلاب ولا حاجة، ولولا الشغل اللي عملته بالهندسة كان زمان طالع في برنامجك دلوقتي بتقول في مطرب من المطربين الكويسين اسمه محمد ثروت الحال ده بيه واحنا بنلمله فلوس علشان يعرف يعيش. الخلاصة ان محمد ثروت قال انه اعتمد على شهادته علشان يعيش رغم انه صوته جميل وليه جمهور، لكن للأسف دلوقتي الغنى بقى مهرجانات ومفيش مكان للأصوات النظيفة. المحاور مفيد فوزي في مداخلة هاتفية مع إنجي علي ببرنامج أسرار النجوم عبر محطة نجوم أف أم عبر عن إعجابه بالممثل محمد ثروت. أوضح مفيد فوزي إنه عارف اسم محمد ثروت كمطرب بيمتع الجمهور بصوته، لكنه اكتشف مؤخرا بالصدفة موهبة الممثل الكوميدي محمد ثروت وأعجب بيه في فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم تابعه في أفلام يوم ملوش لازمة ورغدة متوحشة والكويسين. أضاف إن أكثر ما يعجبه في أداء محمد ثروت هو عفويته في تقديم الكوميديا، ولو حافظ على تلك العفوية سيصبح في يوم في صدارة نجوم الكوميديا. أكدت إنجي علي إنها استضافت محمد ثروت في حلقة سابقة من برنامجها وتفاجأت عندما أخبرها إنه بيتمنى مقابلة مفيد فوزي لكي يحاول إضحاكه لأنه دايما لا يضحك في برامجه.